السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم وجبة عشاء سريعة وبنينة. غنقدم لكم البطاطا بالديك الرومي في الفرن، كيجي رائع وسهل في التحضير، وإلا عجبكم تبعوا معايا حتى الأخير، وما تنساوش اللايك بطبيعة الحال إلا عجبكم. على بركة الله نحضر معكم هذه الوجبة. اول حاجه كنبدا بها عندي هنايا الصدر نتاع الديك الرومي اللي قطعته على شكل طولي. وغادي نزيد عليه شويه ديال القزبر مهنس، معلقه صغيره ديال المطرد، وغادي نضيف عليه شويه ديال البزار، فلفل اسود، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكنجبير، وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال الهريسه، وغادي نضيف واحد شويه ديال الثوم بودر، وغادي نزيد عليه زيت الزيتون. وغادي نخلطو حتى كيندمج مزيان مع التوابل. وغادي نخليه جانبا تقريبا واحد نصف ساعه. في هذه الاثناء عندي هنايا البطاطا اللي كانت طيبه، نصطيبه كنسلقوها ولا كنفوروها، صافي من بعد كنقطعوها على شكل طولي ولا مربعات صغيره، نطبع على حسب اش كيعجبكم. انا هنا غنقطعها على شكل طولي، وكنديرو في واحد الاناء وغنضيف عليه شويه ديال زيت الزيتون، الملح، شويه ديال الملحه حسب الذوق، شويه ديال القزبر مهنس، شويه ديال البزار، عفوا فلفل اسود، وشويه ديال الهريسه اللي كتبقى اختياري، تقدروا ما ديروهاش الا ما بغيتوش الحار. وغنضيف شويه ديال فلفله حمراء هي التحميره، وغادي نسمو بالزعتر، غادي نحك عليه شويه. صافي هنايا غادي نخلطو، غادي نجانسو مزيان مع التوابل. صافي هنايا كنزيد عليه شويه ديال الخل، ولا كنعصرو عليه الحامض، هو والصدر ديال الدجاج حتى هو راه ضفت ليه شويه ديال الخل، نسيت ما ذكرتوش الصدر ديال الديك الرومي. وفي واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن كندير فيها الصدر ديال عفوا الشرائح ديال الديك الرومي، بعد ما خليتهم نص ساعه تقريبا في الشرموله. وكنزيد عليه البطاطا بهذا الشكل في الجوانب، وفي الاخير كنضيف زيت الزيتون. صافي هنايا غادي ندخلو الفرن. فاش كيطيب لينا الديك الرومي مع البطاطا كيجي على هذا الشكل، كنغسلو عليه الفرن حتى كيطيب على خاطرو. صافي من بعد تقدروا تضيفوا معاه شويه ديال فرماج ساندويتش ولا الموتزاريلا ولا شويه ديال الفرماج الاحمر، نتوما على حسب اش اللي متوفر عندكم، ولا تخليوه غير هكا راه كيجي هائل، كيجي بنين. صافي هنايا انا غنضيف ليه واحد شويه ديال الفرماج الاحمر، المهم راه كيجي رائع كوجبه عشاء، كيجي بنين وكيعجب حتى الدراري الصغار وكيعجب حتى الكبار. تنزيد شويه ديال الفرماج الاحمر فوق البطاطا بحال هكا، ولا تخليوها غير هكا راه كيجي بنين. صافي كنعاود نرد الفران واحد شويه، هنايا فاش خرجتو من الفران ها كيفاش كيجي، الصراحه كيجي رائع، كيجي بنين وسهل في التحضير.
وهذا هو الشكل النهائي نتاع الطبق ديال الديك الرومي مع البطاطا، كيجي رائع، كيجي بنين وسهل في التحضير كوجبة عشاء، كيجي رائع. كنتمنينا اللي جاوبكم المشاهدين الكرام، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.